ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل التصعيد الممنهج للاحتلال في غزة والقدس، وحديث عن إقامة دولة فلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة، وعبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات. مرحبا بكم ضيوفنا في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم دكتور أديب، يعني مرة أخرى تقف الولايات المتحدة بطريقة فجة جدا مع الاحتلال، وأفشلت مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، وذلك عن طريق أنها استخدمت حق النقض الفيتو. كيف تقرؤون الموقف الأمريكي دكتور؟ طبعا هذه المرة الرابعة التي تستخدم فيها أمريكا حق النقض الفيتو ضد وقف الحرب، حرب الإبادة التي تدار في قطاع غزة. هذا يؤكد مرة تلو الأخرى أن القاتل لشعب غزة وشعب فلسطين في غزة، والذي يرتكب هذه الإبادة الجماعية في غزة، هو الأمريكي والصهيوني جنبا إلى جنب. وفي اليوم الذي افتتح فيه الحرب بايدن وبلينكين في مجلس الحرب، ابتداء لما بدأت الحرب بعد 7 أكتوبر، وعلى ما يبدو أن المساهمة لا زالت على أوجها، ونحن متأكدون أن كل ما قيل وكل ما يقال عن الخلافات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة الإسرائيلية عبارة عن خلافات تكتيكية تافهة لا ترتقي أبدا إلى مستوى أن تكون عبارة عن تغيرات في المشهد أو تغيرات أو انحرافات في المشهد بشكل كبير. طبعا أمريكا يعني تكون بهذا ضاربة بعرض الحائط كل المجتمع الدولي، كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي، 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب وقف إطلاق نار حالا، وكل الآن المجتمع الدولي عموما الآن يجتمع في اتجاه، وأمريكا تجتمع في اتجاه آخر. ولذلك أعتقد أن أمريكا ما تفعل هذا الذي تفعله إلا عندما رأت أن هناك موقفا عربيا وإسلاميا للأسف متراخيا أو ذليلا أو يعني في دنيئا حقيقة. عندما تجد المشهد العربي والرسمي تحديدا أنه ليس مستعدا أن يرفع صوته في وجه أمريكا، وليس مستعدا أن يرفع صوته أمام هذه الإبادة التي تدار في قطاع غزة على أيدي هذا الكيان الإجرامي، عندما تجد أن الصمت المطبق هو سيد الموقف من قبل الأنظمة العربية وللأسف حتى في الشارع العربي، أعتقد أن أمريكا استمدت هذا التشجيع من هذا المشهد. ولذلك ليس غريبا ابدا، انا لست مستغربا ابدا من ان امريكا منسجمه تماما مع ذاتها، منسجمه تماما مع كينونتها، منسجمه تماما مع توجهاتها الصهيونيه التي فقط تعطينا كلمات تتعلق بالدوله الفلسطينيه وتتعلق بالوقف المؤقت. واذا اذا شاهدت اخي العزيز التعليق وزاره الخارجيه الامريكيه في اعقاب الفيتو، يقول بشكل صريح وواضح ان وقف اطلاق نار في قطاع غزة غير مشروط، ستستفيد معركة حماس. لذلك هو بشكل صريح وواضح يقول لك أنا لست مع وقف إطلاق نار حتى بالشكل الذي اقترح من قبل الجزائر، وهو بالمناسبة صيغة يعني ليست حازمة يعني جازمة قاطعة مانعة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، هي صيغة توافقية يرأى القائمون عليها أن ربما تشكل قاسم مشترك، ربما أمريكا تغير بناء على تصريحاتها وبناء على توجهاتها التي استمعنا إليها خلال الشهر الماضي، والمناكفات التي حصلت بين بايدن وبين نتنياهو، والتصريحات الأمريكية المتتالية فيما يتعلق بالنقد هنا أو هناك. ولكن تبين تماما كذب كل هذه التصريحات وكذب كل هذه التوجهات، وإنما أكدت مجددا أن الخلافات هي خلافات فقط في التفاصيل، خلافات على التكتيك، خلافات على الهوامش، وليست استراتيجية باقية فيما يتعلق بالموقف. نعم. أستاذ راسم، نبقى في الفيتو الأمريكي. مشروع القرار الجزائري أكد على وقف إطلاق النار بشكل فوري وذلك لأغراض إنسانية، ولكن واشنطن ترى أن وقف الحرب الآن ليس مناسبا. كيف يمكن فهم هذه التبريرات الأمريكية؟ يا سيدي دعني نقول بشكل واضح، صاحبة فكرة الحرب على شعبنا في قطاع غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية. من يقود هذه الحرب عسكرياً وأمنياً هي الولايات المتحدة الأمريكية. الوكيل هو من ينفذ، يعني إسرائيل أداة تنفيذية في قطاع غزة، ولكن
الأصيل هو الذي يشن هذه الحرب وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار عندما اتخذت هذا الفيتو للمرة الرابعة هي تدرك تماما أنها تقف إلى جانب دولة الاحتلال في استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، وهي تطرح بشكل واضح تقول بأنها تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية في القلب منها حركة حماس، وبالتالي وقف أهداف العدوان لا يمكن أن تكون بدون أن تبقى حركة حماس والمقاومة جزء من المشهد السياسي في قطاع غزة، أو أنها هي التي تقود هذا المشهد. ولذلك الموقف الأمريكي بالمرة الرابعة باستخدام الفيتو هو لا يمكن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية أو على بعض الكلمات المعسولة التي يلتقطها العرب العجز من النظام الرسمي العربي، هذا النظام الرسمي العربي الذي أصبح حتى غير قادر للتقرير حتى اتخاذ قرارات فيما يتعلق بقضايا. ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن هذا الدول النظام الرسمي العربي لها دور وظيفي في المشروع الأمريكي، وهي تنفذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. جزء من دول النظام الرسمي العربي هو تحول إلى صليب أحمر، والجزء الآخر هو متواطئ ومشارك في هذه الحرب، وأقل هي في موقف متفرج، لكن لا يوجد من هو داعم لقطاع غزة وللشعب قطاع غزة ولمقاومة قطاع غزة. 57 دولة عربية وإسلامية ومجللة بالعار جميعها تعقد قمة وتقول عنها عاجلة بعد 36 يوما من العدوان وتتخذ قرارات هذه هزيلة جدا، وحتى على الرغم من هزالتها لم تعمل على تنفيذها، وقالت بكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، ولم نجد أي زعيم لا عربي ولا إسلامي قد شارك أو أقدم أو جاء إلى محضر رفح من أجل كسر الحصار على قطاع غزة. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن كانت هو إجهاض المشروع الجزائري والالتفاف عليه، وبالتالي هي كانت تريد فقط من مجلس الأمن الصيغة التي الأمنية التي جرى التوافق عليها في باريس، وهذه الصيغة الأمنية التي تقول بمقايضة ورقة الأسرى بإدخال المساعدات الغذائية الإنسانية الغذائية والطبية من خلال المعبر. إذن هي فقط تركز على هذه القضية، ولذلك لاحظ مشروع قرارها يقول إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بدون أي شروط، ولا يذكر الأسرى الفلسطينيين، هؤلاء 10,000 أسير فلسطيني ليس لهم أهل وليس لهم أبناء، وهم ينظرون إليهم مجرد أرقام، وهؤلاء إرهابيين لا يجوز إطلاق سراحهم. المهم أن يطلق سراح 132 أسير من جنود ومواطني دولة الاحتلال عند المقاومة الفلسطينية، وبعد ذلك بعد الحصول على هؤلاء يتم استئناف العمل العسكري، أن تكون هدنة مؤقتة حتى يحصلوا على هؤلاء الأسرى جيد، ولكن وقف إطلاق نار ينقذ الشعب يتعرض إلى إبادة هذا غير مطروح، لا من قبل أمريكا ولا من قبل بريطانيا. لماذا غير مطروح؟ أنا أقول لك، نحن كفلسطينيين وعرب ومسلمين لا نفهم العقلية الغربية والأمريكية، بشرتنا ليست بيضاء يا سيدي، ولا عيوننا زرقاء، ولا شعرنا أشقر كما هو الحال في أوكرانيا. مباشرة هبوا إلى دعم ومساندة أوكرانيا والحديث عن انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والسيادة الأوكرانية، ودعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد بشكل فوري وإدانة روسيا، وكل هذه العبارات حول الإنسانية والديمقراطية والحرية تكثفت في أوكرانيا، ولكن في الجانب الفلسطيني كل هذه تسقط على بوابات قطاع غزة، لا حقوق إنسان ولا طفل ولا مرأة ولا ديمقراطية ولا حرية ولا كل هذه العبارات التي يتم تسويقها على الشعوب طيب العربية وعلى الشعب الفلسطيني. دكتور أديب، لو فتحنا نافذة الزيارات وأهدافها، بريت ماكورغ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور القاهرة بعد ساعات قليلة، سيصل بعد ساعات قليلة ويكون في تل أبيب يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل أنه قد يبحث التهديد بهجوم رفح. كيف ترى هذه الزيارة وأهدافها؟ هل فعلا واشنطن
غير راغبة بالأساس في تنفيذ الاحتلال لعملية برية شاملة في مدينة رفح؟ لا بالعكس، يعني أمريكا تتفق مع إسرائيل بأن على إسرائيل أن تكمل المهمة، يعني لا خلاف بين الطرفين، وهم متفقان تماما على أهداف الحرب المتعلقة باجتثاث المقاومة وعلى رأس حركة حماس. الخلاف هو أنها تريد أن تطمئن الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك ممرات آمنة تأخذها إسرائيل بالحسبان، بحيث أن لا يكون الخسائر، أن لا تقع الخسائر في أوساط المدنيين بكميات كبيرة جدا ربما بالآلاف، يعني وهذا يحرج ربما أمريكا ويحرج المجتمع الدولي ويحرج الغرب عموما، وربما خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، هذا ربما سيستحث الشعوب العربية والإسلامية وربما من فيه ذرة من نخوة أو شعور أو دماء حتى تسري في عروقه ربما تستحثه من أجل الانتقام لهذه الدماء. لذلك هم الآن في عجلة من أمرهم أن تتم ربما مسألة الصفقة المتحدث عنها. نحن نعلم أنه قيادة حركة حماس في القاهرة، وأعتقد أنه إسرائيل أيضا بعثت مندوب لها إلى القاهرة للحديث حول الصفقة، وهذا يأتي في هذا السياق. هم الآن يتحدثون عن صفقة، ويتحدثون الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن، هذا هدف أمريكا بشكل أساسي في المرحلة القادمة، وهو بالضرورة أن يتزامن مسألة الدخول في شهر رمضان والهدنة المؤقتة المتحدث عنها في المرحلة الأولى التي تم التحديث عنها في مسألة الصفقة. لذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ما تحركت إلا أو لا تتحرك إلا في هذا السياق، سياق أن تضمن أن لا يكون هناك وقوع يعني قتلى بالآلاف ربما، وأنه أي دخول على رفح راح يكون بأثمان باهظة. تريد أن تتأكد أن إسرائيل يعني في الجانب الآمن، بمعنى أنها لن تكون في معرض الانتقاد الكبير من قبل المجتمع الدولي فيما لو حصلت هناك مجازر كبيرة. أنا أعتقد أنه قيادة المقاومة عليها أن تحدد، يعني الآن نحن بشكل واضح وصريح نحن نجوع، أقصد شعبنا الفلسطيني الآن في قطاع غزة يجوع بشكل يعني فاقع وبشكل يعني بالغ السوء وبالغ الانحطاط في المجتمع الدولي كله الآن يتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يموت جوعا في قطاع غزة. يعني عندما المرأة، الطفل، الشيخ الكبير، الصغير، المشاهد التي تأتي من هناك تقطع نية القلوب حقيقة، ولكن للأسف أن هذه المشاهد كلها لم تحرك ساكنا في الجارة على سبيل المثال التي تعداد سكانها 125 مليون عربي يقفون على حدود قطاع غزة، لم تحرك للأسف الشارع العربي، ولم تحرك أنظمة عربية، ولم تحرك قادة عرب ولا مسلمين. لذلك أعتقد أن على قيادة المقاومة أن تكون حاسمة وجازمة في المرحلة القادمة، وأعتقدها أنها واعية لهذه المسألة. لا يمكن أبدا أن تكون هناك مفاوضات تحت هذا الشكل من التجويع، ولا يمكن أن تكون هناك مفاوضات تحت هذا الإرهاب الهائل والإبادة الحقيرة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عليها أن تقول كلمة واضحة بأن المفاوضات تعني أن يكون هناك إدخال ابتداء للمساعدات بكميات كبيرة جدا لشمال قطاع غزة، وإلا لا تكون هناك مفاوضات. عليها أن تقول بشكل حازم وواضح تماما أننا لن نجري المفاوضات تحت النار، بمعنى أن تكون هناك مجازر أو تهديدات باقتحام رفح أو دخول رفح أو قصف هنا وهناك. لذلك أعتقد طبعا نحن نثق أن قيادة المقاومة قيادة واعية وقيادة فطينة وقيادة حكيمة، القيادة التي قادت المعركة لليوم 40 تقريبا بعد 100 الآن بهذه البسالة وبهذه البطولة وبهذه الأنفة. أعتقد أنها واعية هذه المسألة ولن تطيل مسألة أمد المفاوضات لا مع الإسرائيليين ولا مع الأمريكان ولا مع الأطراف التي الوسيطة بينهما. لذلك عليها أن تكون حاسمة. نحن حقيقة على مفترق ترك، أمريكا جاءت إلى المنطقة وتحاول كل مستطاعها أن تضغط على حركة حماس كي تأخذ منها التنازلات فيما يتعلق باشتراطاتها، وواضح أنها تذهب باتجاه هدنة مؤقتة. أمريكا متفقة تماما مع إسرائيل أنها هدنة إنسانية، والذي حصل اليوم يؤكد بأن ما جاء في الصفقة من تطمينات أن المرحلة الثانية أو الثالثة ربما تؤول إلى يعني وقف نار مستدام أنها كذب فقط جاءت من أجل احتواء الموقف ومحاولة الضغط على حركة حماس باتجاه تقديم تنازلات. أستاذ راسم، نبقى في موضوع الزيارات، وكما ذكر الدكتور أديب على المقاومة أن تكون حازمة وجازمة.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد يضم خليل الحية هو اليوم في القاهرة، ولكن هل نتوقع أن الحركة حركة حماس تتحرك في المربع الذي تقف عليه فيما يخص الشروط التي وضعتها لإتمام صفقة المحتجزين أو للمفاوضات بشكل عام؟ يا سيدي، منذ البداية مواقف المقاومة الفلسطينية واضحة، سواء عبر عنها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية أو نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية أو أسامة حمدان أو العديد من قادة الفصائل الفلسطينية. العنوان الأساسي للمقاومة الفلسطينية وقف إطلاق النار ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، وما يتصل بهذه العناوين من عناوين فرعية جوهرية: إعادة الإعمار والإيواء والإغاثة ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية غذائية وطبية والمنازل المتنقلة، بالإضافة إلى إجراء صفقة تبادل الأسرى. وصفقة تبادل الأسرى المطروح من قبل المقاومة الفلسطينية، نتنياهو يقول بأن مفتاح التبادل 1-3 كما جرى في الهدنة السابقة، وأعتقد أن مصر وقطر قد طرحت 1-30، والولايات المتحدة الأمريكية طرحت 1-10، والمقاومة تقول 1-70. وبالتالي أعتقد أنه لا يمكن أن تتنازل المقاومة الفلسطينية عن شروطها في هذا الاتجاه لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وبالنسبة لماكفورك وغيره من القادمين، أنا أعتقد أن المسألة الأساسية والجوهرية له كما قلت لك هي الحصول على الأسرى من جنود ومواطنين موجودين عند المقاومة الفلسطينية، ومن ثم السير قدما في العملية البرية في رفح، لأن كل ألوان الطيف السياسي من غانتس إلى أزنيكوت وإلى نتنياهو، فأيضا غانت متفقين على شن العملية البرية في قطاع غزة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت تشترط القتل الملطف، بمعنى أن يكون هناك وعد أو تعهد مزيف غير قابل للتحقيق بأن تتجنب إسرائيل ارتكاب مجازر في حق المدنيين بأعداد كبيرة جدا. ونحن من 26/1 مع قرار محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بتجنب عمليات قتل المدنيين واستهداف المؤسسات والمنشآت المدنية، نشهد ارتفاع في أعداد القتل الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، والتدمير الممنهج لكل المؤسسات المدنية والخدمات الصحية والمشافي والمراكز الطبية وغيرها. فإسرائيل تضرب بعقد الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجعل منها الولايات المتحدة الأمريكية أن معيار القانون الدولي هو دولة الاحتلال، ليس دولة فوق القانون، بل معيار القانون الدولي هو دولة الاحتلال. ولذلك أنت لاحظ حتى في المشروع القرار الأمريكي الذي كانوا سيتقدمون به محاكمة من شاركوا من الموظفين العاملين في وكالة الغوث واللاجئين في معركة 7 أكتوبر، حتى بدون أدلة وبدون محاكمة وبدون إثباتات. بالمقابل قتل 158 عامل من عمال وكالة الغوث، دمرت مدارس، مؤسسات طبية، مراكز إيواء لم يتم التطرق لها لا من بعيد أو قريب. هذا هو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تحول القانون الدولي لأول مرة نسمع بأن المحتل أصبح له الحق في الدفاع عن نفسه، ومن هو تجري احتلاله وقمع والتنكيل به لا يحق له أن يدافع عن نفسه. هذا المنطق الأمريكي هو المنطق السائد في هذا الاتجاه. ولذلك ماكفورك وغير ماكفورك وبيرنز وغير بيرنز ما يعنيهم الأسرى وأن تكون هدنة مؤقتة في هذا الاتجاه، ومن ثم الذهاب إلى معركة رفح وتوسيع الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية، وما هو مطلوب من مصر في هذا الاتجاه، وما هو مطلوب من إسرائيل في هذا الاتجاه، وما هو مطلوب من بقية دول النظام الرسمي العربي في الاتجاه الآخر. بدقيقتين لو تفضلتم، موقف نتنياهو من المحادثات ورغبته باستمرار الحرب،
هل هو مرتبط بقرار حكومته تقييد أو تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الكريم؟ فيما يتعلق بشهر رمضان، طبعا نحن نعلم انه هم لديهم فوبيا من شهر رمضان. هم يعلمون انه الفلسطينيين يعني يقبلون في شهر رمضان بشكل كبير جدا على المسجد الأقصى، واعتقد انهم يريدون في هذه المرة ان يقيدوا الوصول اليه من قبل سواء كان فلسطيني 48 او الضفة الغربية او غيرها. ونتنياهو حقيقة هنا يبدو أنه أسير اليمين المتطرف الأكثر تطرفا، طبعا كلهم يمين متطرف، لكن الأكثر تطرفا هو بن غفير الذي يسعى نحو التقييد بالوصول إلى المسجد الأقصى بشكل حاد جدا، بحيث أنه لا يسمح حتى لكبار السن، يعني هو يريد أن يسمح بدخول فقط من هم فوق 70 سنة أن يدخل إلى الحرم القدسي في ذلك اليوم. أنا أعتقد أنهم هم يخطئون تماما في قراءة المشهد. هم لم يعني ذاكرتهم واضح أنها قصيرة، على ما يبدو أنهم نسوا أن الانتفاضة الثانية كان أساسها الأقصى، عندما اقتحم شارون الأقصى وأحدث ما أحدث آنذاك، واستمرت سنوات طوال المعركة آنذاك. نسوا أن الأقصى كان عنوان باستمرار للصراع، يعني سواء كان من ثورة البراك آنذاك سنة 1929 مرورا حتى بطوفان الأقصى حاليا. أعتقد أنه ذاكرتهم قصيرة، ولذلك أنا أتوقع أن أبناء شعبنا في خلال شهر رمضان ينبغي أن يروا هذا العدو، يعني ما معنى الـ 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 ما يحصل في قطاع غزة، وما معنى التضامن مع إخوانهم في قطاع غزة، وما معنى الوقوف مع أهلهم في قطاع غزة. نعم دكتور، أعتقد أن المخرج الوحيد للحرب حقيقة أن تتحول كل الضفة الغربية وكل فلسطين من بحرها إلى نهرها إلى ثورة في وجه هذا المحتل. لا يمكن أبدا أن يستمر قطاع غزة بهذا دكتور. الشكل. نعم. مجاعات وقتل دون أن يكون هناك إسناد حقيقي ثوري ضد هذا المحتل. عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة، وعبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات. شكرا جزيلا.